برعاية لونا طناجر وأواني الطبخ. أما الحلو وصلنا لفقرة الطبخة اليوم وهي عبارة عن فسيخ بالأرانب. فسيخ بالأرانب والحلو أرانب بالفسيخ. طبختنا لليوم مع الشيف غادة رح تكون تاكو. هي أكلة مكسيكية. مكسيكية مكسيكية معروفة كمان. والحلو كب كيك، الزينة بتاعت الكب كيك. اوكي، مش الكب كيك نفسه. لا مش لا. بس كيف هنقول لهم مقادير الكب كيك وما يعملوه، لأن هو أي حد بيعمل كيك. أي نوع كيك. وبعدين حنوريهم بس ازاي يزينوه. طيب تحب نحكي مقادير التاكو؟ يلا. 8 رقائق تاكو. اللي هي فرجيني عشان هاي بتكون جاهزة مش هيك؟ جاهزة هي. وفي اوكي، و250 جرام لحمة عجل مفروم ناعم. بحكي صح؟ صح. واحد معلقة كبيرة زيت. برافو. ومعلقة فاصوليا علبة فاصوليا حمراء مطحونة. وأنا شايفة فاصوليا حمراء حب كمان. احنا عشان الناس يشوفوا ازاي هي بتبقى قبل الطهي. كمون، بصلة. وين البصلة؟ بصلة اختياري على فكرة. هو المفروض ما يتحط لهاش بصلة، بس أنا ساعات بحط لها. اوكي. معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، واثنين سن توم مفروم، وكوب جبنة شيدر مبشور، خس مقطع، طماطم مقطعة، وملح وفلفل، وصحتين وعافية. برافو عليك. اوكي، مقادير دلوقتي البصل. البصل والثوم اختياري. بس اختياري ليه؟ ما هو اللي بيجيبوا طعم الاكل. لا، الاكل مليان نكهات وكمون وكزبرة وفاصوليا وجبنة فهو البصل والثوم اختياري، يعني اللي عايز يحطهم يحطهم، بس هم ممكن ما يتحطوش. اوكي، انت اليوم شكلك مش ناوي تحط. اوكي، يلا نعمل المقادير. امال انا بقول ده كله ليه؟ عشان ما بتحبيش البصل والثوم؟ لا بحبهم، بس مش هحطهم النهارده فعشان كده. في عندك حفل مبين. طيب هنحط الزيت على في الطاسه على النار علشان نبتدي نعمل اللحمه. وعلى فكره ممكن تتعامل كمان من غير لحمه. انا بحب اللحمه. بس مع بصل وثوم. بس باللحمه احلى. تحطي بصل والثوم فين بقى لما ما فيش لحمه؟ على فكرة هاي الأكلة رخيصة برا بأمريكا، اللي بيكون آخر الشهر ومعوش يعني عايف معوش النكلة. معوش النكلة. بروح بشتري هاي لأنها كتير شعبية يعني. هي من الأكلات الشعبية بتاعت بيبيعوها هيك بالعرباية حتى، يعني مش داعي تروحي على مطعم وأنت مارقة هيك دايما تشتري فول وطعمية. تشتري هناك تاكو. بس هو لذيذ. على علمك انا امريكا لو ما وصلتهاش. والله بس من التلفزيون. ولا انا بتفرج عليها برضه التلفزيون. انا ما بسافرش كتير عشان الوقت اللي عندك تروح تشوفي اهلك. شو من البابريكا والكمون وهاي بيحطوها مشان تدريها على اللحمة هاي؟ كل هالمقادير هاي؟ لا، على حسب انت حاطة قد ايه لحمة. اوكي، ما هنا حاطين شوية يعني يدوب معلقة صغيرة. تفضلي. يلا كمون، فلفل، ملح، غطا، كزبرة. ليه؟ طيب وهي حطي شوية مرة واي حتى تطلع عشان الصبغة. ماشي. أكلة لذيذة وسريعة برضو، من الحاجات اللي بناكلها في المطاعم ومش كل الناس بتتجرأ تعملها في البيت. شم الريحة؟ لا مش شامة. ليه بقى؟ عندي زكام. نفي. خلاص استوت. الكشري بقى نعمله امتى صحيح؟
لان كثير ناس عمالين يطلبوا. خلينا نسال هلا المشاهدين اللي عم بيشوفوك انه يتصلوا تليفونات ويقولوا لنا امتى عايزين كشري. طيب وبناء على رغبه الجمهور بنقرر. المفروض يختاروا الخميس الجاي. مش حنعملوه. زي الاسكندرانية بتتكلمي دلوقتي انا شايفه. هيك نعملوه وماله. طيب ده كده خلاص. نبتدي بقى نطبقه. هنشوف كيف بتطبق. دي الفاصوليا الحمراء بتشتريها من اي سوبر ماركت، بتبقى في علبه. بناخدها بنطحنها في المطحنه لغايه ما تبقى كده. في علب مطحونه جاهزه بس يعني عشان لو ما لقيوهاش بنجيب الفاصوليا دي. بتصفيها من الميه وبنطحنها ونتبلها، نحط لها شويه ملح. انا فكرتها لحمه اول ما جبتيها. لا نحط لها شويه ملح. ده نشوفها حب احلى هيك منظرها مش سياحي كده. بس هي لازم تتعمل كده. في الناتشوز بتتحط صحيحه. حبه كامله. انت قلتي لي بدك قهوه؟ يا ريت بس بسكر والنبي. حاضر. حطي صبعك فيها وخلاص. مش فاضيه. حطي صبعك انت. لا انا بطلع مره. ليه بقى؟ كده. لا طبعا ده انت سكر. طيب اول حاجه هنحطها اللحمه. بنحط تحت اللحمه وبعدين لان اللحمه بتبقى شويه فرطه بنقفل عليها بالفاصوليا. بس رقمي لي اياهم وانا بكمل. اوكي. اللحمه. بعدين الفاصوليا عشان تقفل على اللحمه. دي فاصوليا فيهم؟ لا دي مش هنستعملها دي بس عشان نوري للمشاهدين شكلها ازاي للي مش مستعملها قبل كده. طبعا كل المشاهدين شاطرين ومستعملينها بس يعني لو في حد لسه مبتدئ بيتعلم الطبخ. خلاص احنا ممكن نكملهم بعدين. لا ليه بعدين؟ انا بكملهم. طيب خلاص مش عايزين غير واحده كمان. طيب ماشي. لا بس على قد الشباب. ما هو الفاصوليا خلصت بعد كده بقى نبقى نطحنها. نحط فاصوليا شقه. شوي شوي هيك عشان نفرجي المشاهدين. فاصوليا فسيخ بالكباب ولا ايش احنا قلنا؟ فسيخ بالارانب. بعد الفاصوليا. بعد الفاصوليا قوطة طماطم. قوطة مجنونة يا قوطة. قوطة يا قطقوطة. اوكي وبعدين الخس. دي ما حطيتي جبنة هنا؟ بس انا عملتها بالمقلوب. يا خلاص اخر واحدة. خلينا مشاهدينا خلينا نطلع فاصل و بعد الفاصل رح نفرجيكم الكب كيك كيف بتزين. برعاية لونا طناجر واواني الطبخ. شيف غادة. عادي يالا. بتعملي ايه؟ بحط الزبده في الطبق. عشان ايه؟ عشان نعمل الزينه بتاعت الكب كيك. دلوقتي الكب كيك يعني خلاص اي حد عنده اي وصفه كيك هيعمل الكب كيك بتاعه. نحكي مقادير الكب كيك يعني. اوكي اللي هي 2.5 كوب طحين. الكيكه نفسها. الكيك نفسها. وواحد كوب حليب، 4 بيض، معلقه فانيلا، 200 جرام زبدة يعني نص باكيت زبدة كبير. باكيت كام؟ ده عيار كبير. ده أوكي. 2.5 كوب دقيق. 2.5 كوب سكر، معلقة 2 معلقة صغيرة. كوب ونص سكر. سوري كوب ونص. آه. سكر وبيكنج باودر معلقتين. آه.
والكريمة بنحكيها بس بعد ما ناخد تليفون من الكويت. ألو؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك ديالة؟ أهلا ستي، كيفك؟ الحمد لله، نشكر الله. أنت كتير لذيذة وتايبك كله بيعجبني، وأنت خفيف الدم كتير. شكرا كتير، هذا من ذوقك. أيوة، بس دعا ممكن نحكي مع الشيف غادة. معاك يا شيف غادة، تفضلي. أهلا، إزاي؟ أهلا، كيف؟ كيفك؟ أهلاً غادة؟ أهلا، الحمد لله. بدي أسألك، في هذيك اليوم يمكن السبت أو الأحد عملتي كرات الدجاج. بس إيش الصوت؟ مش سامع. مش معلش، مش سامعين الصوت. الصوت ما عرفتش كيف الصوت، نسيت الصوت كيف اللي حطيتيه بمرق الدجاج. شوفي الصوص. اللي عملناه بالمايونيز. لا لا، مرقة الدجاج، كرات الدجاج. ايوه، بمرقة الدجاج، كرات التايلاندي. ايوه التايلاندي. اوكي طيب، انا ممكن اقول لك عليها، وانت ممكن تشوفيها على اليوتيوب، على الاول على اليوتيوب بتاعت رؤية على الفيسبوك. هتلاقيها بالتفاصيل. مسجلي يعني؟ مسجلي موجودة؟ نعم، مش سامعة. مسجلي موجودة. متسجلة وموجودة ونازلة على هتلاقيها في الصفحة بتاعت اليوتيوب أو في صفحة رؤية على الفيسبوك. هي على عموم الصوص بتاعها حليب جوز الهند، وبصل أخضر، والمشروم الأسود المجفف ده، ومعلقة كبيرة من المعجون الكاري الأخضر. معايا؟ تمام. اوكي، وبس وشويه ميه عشان يتسبكوا مع بعض. تسلمي، تأموري. تسلمي، اعملي لنا شيء يوم سلطه التاجو. الله يخليكي. طبخه ايه؟ طبخه ال سلطه. سلطه التاجو، سلطه التاجو، سلطه. اوكي خلاص، اوكي حاضر، تأموري. شكرا. اهلا، مع السلامة. حطينا الزبدة، نبتدي بقى نحط السكر شوية شوية تدريجيا. لازم الزبدة تكون طرية طرية، يعني مش سايحة، طرية ومش جامدة، يعني بحرارة الغرفة. واليوم حرارة الغرفة طرية طرية. صاروا اكثر من معلقتين. لا، معلقتين حليب. السكر البودره بتحطي حسب ما بياخد يعني لغايه ما تاخدي الملمس اللي انت عايزاه. اوكي، ممكن تجيبي لنا الفانيلا؟ الفانيلا وين؟ الفانيلا هنا. تاكدي في فانيلا؟ طبعا حبيبي، يا حبيبي. اوكي، تفضلي. بس تديها نكهه. حبيبي دسم. ممكن اي حد الدوبينج هذا اللي فوق مش دسم. مش يعني هو دسم، بس يعني ما هو محطوط فيه سكر كتير، فما بيبقاش كله زبده زي ما انت شايفاها. حطيتي الحليب؟ حطينا معلقتين بس. بدك كمان؟ لا، بعدين ممكن تحطي اللي انت عايزاه. ممكن بدل ما تحطي فانيلا تحطي نكهه الليمون. روح الليمون، روح النعنع، روح اللوز، روح الروح، روح الروح. شوفي لسه ممكن نحط له شويه كمان. شويه ايه؟ سكر؟ شويه سكر. انت سألت على الحسك بتعرف اذا حلو ولا لا؟ انا كله بالبركه. على الحس عرفت انه بده سكر؟ ايوه. الله اكبر. يعني لازم لما تحطي ايدك يبقى طري، بس ما تطلعش في ايدك. ما كانش يعني مثلا تدوقي؟ لا، انت مش عايزه الدوق، انت الدوق عارفه الطعم، انت بس عايزه لا، انت عشان تعرفي الحلقه الملمس اللي تقدري تشكليها. حلو. خلاص، حلوه كتير. خلاص دي بس، يلا نص معلقه عشانك بس. معانا 7 دقائق تخلصي دي ونعمل الكريمه كله في 7 دقائق. كله عصر السرعه. يا خلصت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب لون، مثلا ناخد اللون
بنفسجي، النهدي. خلصت الكيكه؟ اه. خلصت ازاي؟ سحر. اوكي، بنحط ال بتعمليهم كلهم نهدي اليوم؟ اه، احنا عاملين قبل كده الوان ثانيه بس ما عملناش النهدي. اخلط لك؟ هاتي معلقه يا لولو. خلاص بلاش. خلاص خلاص بال خلاص خلاص؟ اتفضلي. خلاص نجيب الكيس. اه شيل دي. شيليها شيليها انت، مش خلاص هنحط جوه. بس بدك تفرجينا كيف للمشاهدين كيف بتزيني. ها اوكي. التاكو احطه بالفرن؟ اه يلا. وردي. اوه اها، امسكي بقى دي، دي بقى علشان نحط كده. اوكي، ده شغل معلمين. طبعا عندنا زينه هنا كتير جدا، ممكن نختار اللي احنا عايزينه. عندنا هنا ذهبي وفضي وحاجات كتير، ناخد من ده. كيف تخلطي؟ اه طبعا كده مثلا، وبعدين نرجع نحط شويه من ده. ايه رايك؟ هاي هاي، انا مني ومن الشيف غاده لمساعد المخرج ليلى. ليلى نهديك اياها، وجبت لك الشيف غاده شمعه، فهلا بس تنزلي بنغديكي وبعدين بنحليكي وبنطفي لك الشمعه. هاي لإلك، اذا في حبيتي لون ثاني في في الوان. الذهبي والفضي ده كمان لذيذ قوي، بيبقى حلو للافراح والحاجات دي، الليالي الملاح. والليالي الملاح. بصي كمان ممكن نعمل ايه، ممكن ناخد من الحاجات دي بصي بتبقى لذيذه ازاي. اه بتحطيها، حطيها على الكب كيك كده من فوق. اوكي، باليمين ولا بالشمال؟ والله على حسب، اذا كنت شوله ولا مش شوله. حوله. شوله ولا حوله. شو هالشتت غادة؟ شو؟ انا بعرف اعمل بس خلصت الكريمه، خلصت على حظي. بصير نعمل هيك، نقدر نعمل مشاهدينا طريقه ثانيه هيك. ودي نحطها. اها، ونعمل الجايزه شرف. المره دي يعني هنضطر نحطها في الوش. اها، نعمل الجايزه. واو. ستاند زي ده هديه لل هيعرف السؤال. ستاند فاضي. ستاند فاضي، وهيتكتب انه فاضي عشان محدش يجي يطالب بالكب كيك اللي جوه. طيب اشوف لك التاكو. اه طب خلي لنا واحده على جنب. واحده ايه؟ واحده في له وقت محدد التاكو. جبنه بس ساحت. تسيح الجبنه، هو مستوي، كل في حاجه فيه مستوي. خلاص طلعي، حطي لي الخشبه. نعم الخشبايه، نقلبه كده علشان يبان. بتاعتك الوحيده اللي اتكفت على وشها. بشي اه عن جد؟ اه اهي بصي. ها هو حظ، حظي ما هي. بطلع لك اياها فوق. انت خايفه؟ واحد اثنين سمي بالله. ايوه تسلموا ايديك يا شيف غادة. يعني سهل تزيين الكعكه، سهله كيف تبعتي. سهل. اه احلى واحده متألقة في وسط الكب كيكات التانية. كله بس بتغيب، كله هاي، هذا السر. هذا السر، لا والكريمة.
كريمة الزبدة هاي؟ كريمة الزبدة هي اللي بعدين دي شوية وبتنشف. دي ممكن كمان تعملي منها وردات وتعملي منها حاجات وتشيليها. هاي لما بتنشف؟ تيجي شوية لما تيجي تعملي الكيك بتطلعيهم وتبتدي تزيني بيهم. حلو، يسلموا ايديك. تسلمي. وهيك بنكون وصلنا نهاية الحلقة. والله سريعة انت. طيبة. يسلموا ايديكي. تسلمي. مشاهدينا صحتين وعافية بعد ما تعملوا هاي الأكلة خفيفة ظريفة. شيف غادة لها صفحة على الفيسبوك غادة التلي، وبتشوفوها صفحة الفيسبوك تبع رؤية كمان، فيكم تحطوا أي كومنتس بدكم إياه. إلى اللقاء، باي باي.